إن الله تبارك وتعالى خلق الزهراء عليها السلام من شيء طاهر مقدس جليل. غاية الأمر ليس باستطاعتنا ولا بمقدرة عقولنا أن تستوعب ذلك القدس وذلك الجلال وتلك العظمة. لذلك الله تبارك وتعالى عبر عن الزهراء عليها السلام بأنها عطيته. يقول للنبي صلى الله عليه وآله: إنا أعطيناك الكوثر. إحنا أعطيناك الكوثر، هي عطية الله تبارك وتعالى. وعطية الله تبارك وتعالى عطية كاملة. لذلك لا نقبل جملة وتفصيلا أن تقارن الزهراء بأي امرأة في الوجود. ليش؟ لأنه ظلم للزهراء مو لذلك الآخر. مثلا لما تجي تقرأ عن حواء، عن آسيا، عن مريم ابنة عمران، عن هاجر، عن خديجة بنت خويلد، هؤلاء صفوة من النساء اللاتي خلقهن الله تبارك وتعالى وأعطاهن منزلة عظيمة، لكن لا يقارنون بالزهراء عليه. لماذا؟ لأن كأنك تقارن بين المعصوم وغير المعصوم. شلون أقارن بين الإمام علي وبين واحد عادل؟ يصير هذا ظلم للإمام علي. من له ذات نورانية أقارنه بمن ليس له هذه الذات وليست له تلك الرتبة وليست له تلك المكانة، هذا ظلم إلى الزهراء عليه السلام. لا يمكن أن يقارن بها أي امرأة على في هذا المكان. نجي إلى الجنب الثاني حينما نتحدث عن هذا المقام. نقرأ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال تعالى في الحديث القدسي: يا محمد، لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة كفء إلى أن تقوم الساعة من آدم فما دون آدم. ربما أحدهم يستضعف هذا الحديث القدسي، رواه النبي أيضا بطرق متعددة، ورواه إمامنا الصادق عليه السلام في أكثر من موضع، والذي يدلل على أنه لا يوجد في الخلق غير النبي والإمام علي عليهما السلام من الأنبياء والأوصياء والرسل ومن بقية الخلق من يكافئ الزهراء في مقامها وفي عظمتها وجلالها. يقول: لو ما خلقت علي تبقى الزهراء بلا كفوء إلى أن تقوم الساعة. أيضا يروي المسلمون في الحديث الذي قطع حتى لا يعطيك بيان أكثر: لولا فاطمة لما كان لعلي كفء إلى يوم القيامة، ولولا علي لما كان لفاطمة كفء إلى يوم القيامة. تكملتها من آدم فما دون. من يقول للنبي صلى الله عليه وآله من آدم فما دون آدم، هناك من الأنبياء من أولي العزم، فيهم نوح، فيهم إبراهيم، فيهم موسى، فيهم عيسى، وهناك أنبياء عظماء أيضا، مع ذلك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أعظم من هؤلاء كلهم. لا يكافئها في الفاضل إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.